سوبر ماتش السوبر انت كل الناس اتكلمت في ماتش السوبر فما لقوليش ما سابوليش غير حته صغيره ما حدش اتكلم فيها انا هقدر اتكلم فيها. بص النادي الاهلي الله اعلم الراجل ده حط ايده عليها قاصد او غير قاصد اللي هي ان كل فرقه في العالم ليها البرسوناليتي بتاعها شخصيتها. النادي الاهلي ليه الشخصيه بتاعته. ايه هي الشخصيه بتاعت النادي الاهلي؟ احنا لعيبه جامد تكتيكي وبنلعب جامد وبروح عليه بننفذ التكتيك مدرب كويس وشاطر وبيسم تكتيك كويس وبننفذه بروح عليه. ده النادي الاهلي. نادي الزمالك نادي بيلعب بالتيكاتا يعني بيلعب كورته عاليه وفي لعيبه مهاري عالي ومش ملتزمين قوي. لكن احنا على طول النادي الاهلي كده. طيب تتفق معايا في كلامي وردي على الكابتن الكبير بدر حامد ان الكولر ايه عارف يفهم الزمالك ويقفل على الزمالك كويس وخد اللي عايزه المباراه. لا انا هقول لحضرتك حاجه انا يعني خليني اروح في حته صغيره هي. ايه هي؟ ان كولر لعب على البرسوناليتي بتاع النادي الاهلي. ايه هو اللي هو القوه والباور والسرعه والالتزام التكتيكي لاخر نفس والالتزام التكتيكي خلاص. الزمالك لا يعني انا من وجهه نظري مع احترامي الزمالك احترم الاهلي زياده عن اللازم. لا هو مش احترم الاهلي لا ده هو احترم الاهلي زياده عن اللازم. الراجل بيلعب بثمانيه باكات ثمانية مدافعين في نص في الملعب فهيهاجم امتى؟ فرمى الناس الفرود وبعد كده غير الجزيري كمان بالظبط غير الجزيري كمان وبعدين كمان لما خسر خسران واحد يعني انت مقفل علشان تلعب على الكونتر اتاك الثمانيه باكات ما عرفوش يعملوا الكونتر اتاك لا سرعات ولا قوه ولا مهاره تمام. فلما دخل فيه جون حب يصلح لكن للاسف ما عرفش يصلح. بريرا قال ان لا ما كانش فيه الاثنين بس بيدافعوا. رايك ايه؟ كله ما هو ما بيعرفوش ما هو حطهم في اماكن مش بتاعتهم. في الجون الثاني كان يوصل الاثنين كانوا موجودين في البوكس. الجون الثاني يعني خلاص ما عادش قادر فيهم ورا بالاضافه الى ان وقفت عمر جابر هي الجون غلط طبعا من عمر لان الراجل جه من ورا عمر وكملها وجابها جون. عمر دي مش وقفته وده مش مكانه. ما هو المفروض ما كانش يلعب عمر كان للأسف كان يعني للأسف. هو ما برضو يعني كان عنده ما عندوش احتياطي بره باك ليفت اصيب الباك ليفت الرئيسي اللي هو صاحب الاداء الرائع كمان مش طبعا فهو انا عايز اقول ان كولر احنا يعني النادي الاهلي انا عايز اقول برضو يعني انا مش عايز افرح قوي لان فنيا ما احناش جامدين. لا انا قلت ان ده دفعه معنويه قويه بالظبط ولو فاز النادي الاهلي قال الكلام ده قلت قبل السوبر لو فاز الاهلي هتبقى دفعه معنويه. النادي الاهلي رجع لحاجتين مهمين جدا. اول حاجه للبرسونالتي شخصيته والنادي الاهلي لما يجي يجيب اي لعيب لازم يجيب لعيب تنطبق شخصيته على النادي الاهلي مش اي لعيب يبقى كويس يجي عندنا. الحاجه الثانيه الروح والرجوله والقوه رجعت للنادي الاهلي ثاني. يعني شوف الراجل رجع من بره دخل على الملعب اتمرن تمام. صاحبنا اللي قبل كده اسمه الافريقي لا بيتسمو سماني كان لو رجع كان اداهم خمس ايام راح. طيب خلينا بقى نتكلم على الدوري السنه دي شايفه مختلف عن الدوري اللي فات. المفروض انه يبقى مختلف. لا بدايته هو مختلف لا انا مش شايف اي اختلاف. يعني الاسماعيلي متعسر زي السنه اللي فاتت في البدايه متعسر زي السنه اللي فاتت. اسوان لسه صاعده ومتعسر. طيب حرس الحدود لسه صاعد ومتحسر. طالما اتكلمت على اسوان شايف اعتذار الكابتن ربيع ياسين؟ لا ما انا شايف ان اعتذاره بس انا شايف ان انا سمعت مكالمه المستشار ان المستشار دي نيته برضو انه قبل الاعتذار لا المفروض الكابتن ربيع ياسين ما كانش يعتذر. الكابتن ربيع ياسين بصمته على الفرقه باينه. الفرقه لسه عايزه تجانس. الدوري لسه طويل على ملعبه اخر دقيقه ولو يا باشا ولو الراجل بتاع ريال ليفربول عمال يخسر من طوب الارض ولسه خسران النهارده فلا كان الكابتن ربيع ياسين كان لازم يستنى شويه كان لازم يهدوا شويه عليه وكانت جايه. والكابتن هيثم عرابي انا عايز اقول حاجه كمان مهمه جدا من انجح الناس اللي في مصر اللي بيعرف يجيب لعيبه وثمن قليل وجابهم ومش وبالاسف برضه يعني خلي بالك ده هيحصل خلل كبير. هو كان في ناس في لعيبه كتير جدا كانت جايه عشان هيثم لا بس يعني ابسط شخصيه لعيبه محترفه. طيب لكن هو الكابتن هيثم هينجح في اي حته برضه. طيب تدعيمات الانديه الاخرى زي سيراميكا كليوباترا زي المصري البورسعيدي غزل المحله بسم الله ما شاء الله مش كويس جدا اتحاد السكندري شوف المصري البورسعيدي ايه نتائج المصري البورسعيدي اللي فاتت كانت وحشه لسه كسبان النهارده
كان لازم 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 الناس تصبر يعني. لسه بدري لسه بدري لسه انا قلت بدري. الحكم بدري قوي لسه بدري على ايهاب جلال صعب شويه بالظبط لسه بدري. عشان كده انا يعني انا مش بعيد شويه. انت بتضطر ان انت مش عايز تتعامل مع ناس مستعجله. انت عايز تعمل مشروع بالظبط. انت بتعمل مشروع. انا يعني هقول لحضرتك حاجه. انا كنت ماسك فرقه وعملتها من الاول للاخر وبعد ربنا كرمنا النتائج كانت كويسه والدور الاولاني للاسف. بس من ناحيه تانية بقى مش عايز يجيب لي فيه لعيبه. بلعب بباك ليفت واحد, بلعب بسردكين بس, ما عنديش واحد, ما عنديش واحد احتياطي, بلعب بشورت وفالينا واحد طول طول الدور الاولاني. كابتن لو قررنا وقلنا ان كره القدم اصبحت صناعه وصناعه مهمه جدا طبعا. لو ما انتش قدها مش هتقدر تنافس وتكمل فيها. النادي الاهلي بياخد البطولات والزمالك ليه؟ لانهم اكتر فرقتين بيصرفوا, اكتر فرقتين. شايف مين الحصان الاسود السنه دي, الاسود للدوري المصري السنه دي؟ انا شايف ان فاركو هيبقى الحصان الاسود. فاركو رغم انه ما دعمش بس انا شايف ان هو هيبقى الحصان الاسود. متابع مبارياته يعني بقى طبعا, وشايفه من 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 احسن. سيراميكا بتدعيماته قويه جدا. سيراميكا مش بادئ مش كويس وكمان دي اللي مستغرب لها, وفيوتشر كمان بدأ مش كويس. فدي دي انا طبعا في بيراميدز وسموحه علامات غريبه يعني. الاتحاد عامل شغل كويس في كبدايه. الاتحاد ماشي كويس. المحله انا بقول المحله ماشيه كويس. انا معجب بالمحله جدا. والمحله اتمنى ان هي تكمل يعني. بس انا شايف ان المحله هتكمل في كده, لان اللي ماسكها برضو الناس. طب بيراميدز بقى, الاهلي والزمالك وبيراميدز, شايف الفرقه دي هتفرق عن فيوتشر وسيراميكا؟ هيفرقوا في الفتره ولا هتبعد عن الفرقه الثانيه دي؟ لا 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 هتكمل, بس البدايه مش كويسه. المفروض دول ما يبتدوش كده, المفروض يبتدوا قوي جدا. انا شايف البدايه مش كويسه لكن هتتصلح زي بالظبط المصري. ممكن نشوف فرقه ثانيه غير الاهلي والزمالك ولا الفرقه دي تعطل؟ بس انا بقول فيه زي يعني لو الاهلي لعب على كده. الاهلي الروح والقوه والبدنيه مش كفايه. لازم يبقى في حاجه بيعملوها في الملعب. الاهلي ما راحش ناحيه الزمالك غير الجون اللي جابه بالغلطه, غلط على ال 18. طب هو ده كره القدم, هي اخطاء للاخر الاهداف. لكن فيما عدا ما كانش وصل للشوط الاولاني خالص, بس اتعادل شكله في الشوط الثاني. الشوط الثاني بقى ده غير وده غير, اتعدل الشكل شويه. ولكن الاهلي فضل مصر على واقف على رجليه, بدني قوي, عنده حاجه. والاهلي طبعا فرقه من الفرق الكبيره اللي ما ينفعش تفضل تخسر بطولات كتير. هنختم بسؤالين. المنتخب الاول, المنتخب الوطني الاول لفيتوريا والمنتخب الاولمبي لميكالي, شايف ممكن نقدر نوصل ان شاء الله ان شاء الله باريس 24 ونقدر نوصل تاني تصفيات افريقيه ونبقى على الطريق الصح؟ لا, احنا في وقت, احنا في مرحله, احنا ما عندناش نجوم, احنا ما عندناش لعيبه, ما عندناش جيل. الجيل اللي عندنا ما يديكش ما يخلكش تبقى متفائل. يعني الحركه اللي في المنتخب الناشئين والاولمبي والمنتخب الاول ما طلعناش افرازات فريق. انا بتكلم على لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك واللعيبه اللي موجوده, مش هم اللعيبه اللي وصلوك في اللي قبل كده في الثلاثة افريقيا ووصل كاس عالم. انا مش شايف نتفائل بالخير تجدوه يا رب.